شعيرة حزمني واركص من علامات الحزن على الحسين رضي الله عنه عند الشيعة في زيارة الأربعين أن يقوم الشيعي بربط حزام وكأنه حزام رقص على بطنه فوق عباءته ويقوم بالرقص أمام المرة هكذا وهو يتمايل، ويزعمون أن هذه شعيرة حسينية. يزعمون أن هذا من الدين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟